عليكم يا سابع، اليوم رح نكمل مع بعض درس نظام التشغيل ويندوز 7 وبدء العمل. بالحصة السابقة تعرفنا على مفهوم نظام التشغيل ووظائفه ومزاياه وعلى طريقة بدء العمل وتشغيل نظام ويندوز. اليوم رح نكمل ونبلش برابعا استخدام الفأرة. بالبداية يا سابع بدنا نتعرف على ملاحظات مهمة حول الفأرة. أول ملاحظة، بإمكاننا التحكم بنظام التشغيل من خلال الفأرة ولوحة المفاتيح، لكن من الأسهل استخدام الفأرة. 2، مؤشر الفأرة الذي يظهر على سطح المكتب هو في معظم الأحيان سهم يتجه إلى اليسار، زي ما بنلاحظ هون عندنا بالشكل، هذا هو شكل مؤشر الفأرة في معظم الأحيان، لكن يمكن أن يتغير شكل مؤشر الفأرة عند تنفيذ بعض الأوامر أو حسب المكان الذي يظهر فيه على الشاشة. فمثلا بحسب المكان اللي بيظهر فيه على الشاشة ممكن يتغير شكل مؤشر الفأرة. هي هون عندنا بعض الأشكال على شكل مقبض، على شكل سهمين متقابلين، بتغير عندي على شكل يد حسب المكان أو الأمر اللي أنا أعطيته للجهاز، بتغير عندي شكل مؤشر الفأرة. طيب، كمان في عنا للفأرة غالبا زران، زر أيمن والزر الأيسر. الأيسر يستخدم لتنفيذ معظم الأوامر، إحنا بالعادة نستخدم في معظم الأحيان الزر الأيسر. الزر الأيمن نستخدمه كمان عند الحاجة. استخدامات الفأرة، الفأرة والطرق اللي بنستخدم فيها الفأرة لتنفيذ الوظائف التي يؤديها الحاسوب هي 4 استخدامات أو 4 طرق: التأشير، النقر، النقر المزدوج، والسحب والإفلات. رح نتعرف على كل واحدة بالتفصيل أو تعريف كل واحدة فيهم. التأشير اللي هي ضع مؤشر الفأرة في موقع محدد على الشاشة، بس أنا بأشر، يعني أنا حاليا ممكن هاي بأشر على كلمة استخدامات، بأشر على كلمة الفأرة بدون ما أنقر ولا على أي زر من أزرار الفأرة، لا الزر الأيمن ولا الزر الأيسر. النقر، ضغط زر الفأرة الأيسر مرة واحدة وإفلاته، بنقر على الزر الأيسر مرة واحدة فقط، هاي بسميها النقر، بس بنقر مرة واحدة، بنقر بزر الفأرة الأيسر مرة واحدة وإفلاته. أما النقر المزدوج اللي هي دبل كليك، ضغط زر الفأرة الأيسر وإفلاته مرتين متتاليتين بسرعة، مرتين ورا بعض بضغط على زر الفأرة الأيسر، هذا بسميه النقر المزدوج. والنقر المزدوج يا سابع بستخدمه مثلا بدي أفتح برنامج، بنقر على أيقونة هذا البرنامج نقرتين متتاليتين، هذا بسميه نقر مزدوج، يعني أنا ممكن أستخدمه لفتح بعض البرامج بهاي الطريقة، النقر المزدوج. السحب والإفلات تعريفه هو الضغط على زر الفأرة الأيسر والاستمرار بالضغط مع تحريكها إلى المكان آخر ثم إفلات زر الفأرة. يعني مثلا أنا بدي أنقل أيقونة برنامج أو أيقونة موجودة على سطح المكتب من مكان إلى آخر، بنقر عليها بزر الفأرة الأيسر وبحرك للمكان، وأنا لسه مستمرة بالنقر على زر الفأرة الأيسر وبفلت بالمكان المطلوب، هذا هو السحب والإفلات. إذا طرق استخدام الفأرة: التأشير، النقر، النقر المزدوج، والسحب والإفلات. إيقاف تشغيل الحاسوب وإنهاء العمل. أنا خلاص انتهيت من العمل على جهاز الحاسوب، بدي أغلق الجهاز، أكيد غلط إني أغلق الجهاز من زر التشغيل، أنقر على الزر أو أفصل التيار الكهربائي، هاي أكثر طريقة ممكن تضر جهاز الحاسوب. في عندي طريقة صحيحة وسليمة لإغلاق الجهاز، الخطوات اللي هي أنقر زر ابدأ ستارت، هي بظهر عندنا هون بالشكل، هاي زر ابدأ ستارت، بعدين بختار أمر إيقاف التشغيل شت داون، بختار الأمر شت داون إيقاف التشغيل. أو ممكن في عندي طريقة مختصرة وسريعة من لوحة المفاتيح، بنقر على مفتاحي Alt F4 Alt F4 مع بعض، بنقر عليهم بنفس الوقت بيتم إغلاق الجهاز بطريقة صحيحة وسليمة. بهيك يا سابع بنكون أنهينا الدرس الأول من الوحدة الثانية، وهو درس نظام التشغيل ويندوز 7 وبدء العمل، ويعطيكم العافية.